الدليل على هذا أن الله تبارك وتعالى سمى آدم في القرآن آدم، وآدم لغة عربية، آدم من الأدم، وقال وعلم آدم الأسماء كلها، والتعليم كان باللغة العربية، والعرب البائدة التي انقضت كانت من نسل آدم. وأما العرب فهم تشرفوا بنسبتهم إلى العربية، ثم قال الله تبارك وتعالى عن بلسان عربي مبين، ولم يقل باللسان العربي. الله أكبر، لأنه لو قال العربي لكانت نسبة إلى القوم، ولكن بلسان عربي. وقال سبحانه وتعالى عن الذي يلحدون فيه هذا لسان عربي مبين، يقصد أولئك يلحدون فيه بالتحريف، وهذا لسان عربي لا يلحد فيه. ثم أثبت، وهذه مهمة جدا جدا، أن اللغة العربية هي أعظم اللغات، فيها 12,375,000 مفردة، وأعلى اللغات الموجودة غيرها هي الإنجليزية، فيها 75,000 مفردة. هي اللغة الوحيدة التي يمتد الحرف فيها 27 سنتي من أقصى الجوف إلى الأنف، بينما كل الحروف ما تتجاوز 6 سنتي. هي اللغة الوحيدة التي كل حروفها تكتب وتنطق كما هي. يا سلام. هي اللغة الوحيدة التي مخارج الحروف والأصوات فيها متساوية، 27 حرف و 31 صوت، وبينما لا تستطيع بعض اللغات أن تنطق الأحرف، والعربي ينطق أي حرف يعيف في الدنيا. الله أكبر. جيب أمريكي وخليه يقول